عدو التباشير للدار واهل الدار سمحينا لقفار البال فزوا قلبي اصبح كما الطير والروح خذها القلب مع فزة البال توجه للسدر وعشيرة السدر الديرة اللي في سمى المجد تختال عيدين مبارك للسعد طبعها غير دارا لمن جاها لقى ريف وضلال دارا أهلها بالمكارم مشاهير في حال السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وضاعف لهم الحسنات إلى 700 ضعف أو أكثر ووفاهم أجورهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم أعيادا إسلامية في كل سنة عيدين، عيد الفطر وعيد النحر، بدلاً من أعياد الجاهلية والمنكر. الحمد لله، الحمد لله لا أشرك به أحداً، إذ لم يجد أحد سواه ملتحداً، لم يتخذ كفواً من خلقه سنداً، ولم يلده أب حقاً ولا ولداً. والصلاة والسلام على نبينا محمد، نبي ما طلعت الشمس على أحد أزكى منه وأتقى لربه وأطهر، نبي أنزل عليه القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر وقضى الله فيها وقدر، نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر. يا حبيباً شدوت أرجو لقاءه، أنا أرض فهل أطول سماءه، خصه الله بالختام رسول شعف الكون نوره فأضاءه، مكة ما تزال تروي بفخر لحظة البدء إذ تضم حراءه، فعليه الصلاة ملء قلوب لا تحب المسير إلا وراءه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتقدم رئيس مركز عشيرة سدير وأهلها وزوارها ومقيموها بأسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى مملكتنا الغالية وعلى قيادتنا وشعبنا العظيم بالخير واليمن والمسرات. الناس حساد المكان العالي يرمونه بدسائس الأعمال، ولأنت يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال، لا ينتمي لك من يخون ولاء
إن الولاء شهادة الأبطال. يا قبلة التاريخ، يا بلد الهدى، أقسمت أنك مضرب الأمثال. أيها الحضور، أهلا وسهلا بكم في احتفالات عشيرة سدير بعيد الفطر المبارك لعام 1444 للهجرة. وهنا القوافي رحبت بقدومكم، والشعر أطرق وانحنى وترجلا، والصمت أنطق نفسه متفائلا، فروى الحنين سنابلا وبلابلا، والعطر رشرش في الدروب أريجه فرحا، فصافح ظله وتظللا، والشعر غرد والقوافي دندنت، والعود غنى والرنين تمايلا. أهلا وسهلا زائر الكرم الذي لمس النجوم وبالنجوم تخللا. أيها الأفاضل، نفتتح هذا الاحتفال بآيات من كتاب الله عز وجل يتلوها القارئ فارس بن ناصر الحربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. حضورنا الكريم، لأهالي عشيرة سدير كلمة يعبرون فيها لكم عن مشاعرهم وفرحتهم بعيد الفطر المبارك، يلقيها نيابة عنهم الأستاذ طلال بن ساري العتيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم باسمي واسم مدينة عشيرة سدير، أتقدم بتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد، عاده الله علينا وعلى مملكتنا بكل خير. كما أتقدم بالشكر للجنة احتفالات عيد أهالي عشيرة سدير على ما يقومون به من أجل نجاح هذا الاحتفال، ولا أنسى أن أشكر كل من دعم بماله أو جهده في سبيل إقامة هذا الاحتفال، ولكم أنتم أيها الحضور أجزل الشكر والامتنان على حضوركم، وكل عام وأنتم بخير. حضورنا الكريم، تزدان ليالي العيد بحضور الصوت الشجي الذي تطرب له المسامع وتستمتع به النفوس وتستلذ بصداه الأذان، وبريت العيد بين أيديكم. سعودية
عزيزة قدر لوشان فضل من الرحمن منزل كتابه سعودية عزيزة قدر نوشان فضل من الرحمن منزل كتابه يا موطني لك في سما المجد عنوان يا غلا وطن طهر سكن في ترابه سعودية عزيزة قدر نوشان فضل من الرحمن منزل كتابه حفي بسمة معاني المهابة قيادتك في دي صناديد فرسان اطوع العاصي ويحسب حسابه لجلك سهر سلمان وعيالي سلمان لجلك سرينا ليل محد سرابة للساحل الغربي إلى حد نجران ومن شرقها لين الشمالي ومابا الله يزيدك يا وطننا بالأمان ويديم حكم اللي سموك رقابة أبو فهد مرجح كل ميزان سلمان سلمان العدل والنجابة ولي عهده درع جنبهك حيلان محمد ومن غير أهلنا يكتدابا محمد حكيم الراي القرمة الإنسان ويقى الوطن في عزته والطلابة على الوطن والشعب بينا الإيمان غيث النشا وامطر علينا سحابة سمحينا لقبار البال فزو قلبي أصبح كما الطير والروح خذها القلب مع فزة البال توجه الاسدر وعشيرة السدير الديرة اللي في سمى المجد تختال عيدين مبارك تسعد طبعها غير دار لمن جاها ريف وظلال دار أهلها بالمكارم مشاهير في حال سيف ومن سف بكل الأحوال دار تسامى جود من دون تقصير دار على ما يرفع الراس مدهال
الرجال المخلصين المناعي راهين وقفوا في العطا تعطي جزال اليا عطوا ما هجسوا في المخاسر يستاهلون المدح تقدير وجلال حضورنا الكريم. أما الآن يتقدم رئيس مركز عشيرة سدير لتكريم رئيس بلدية حوطة سدير. رئيس بلدية حوطة سدير محمد بن هيث بن جليغم فليتفضل. الأستاذ ناصر الزيد، الأستاذ طلال الرشيدي، حضورنا الكريم. للشعر حضور في عيدنا، فبالشعر نعبر وبالشعر نفرح وبالشعر نستمتع ونطرب. قصيدة للشاعر عبد الله بن حمدي الرشيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير ومن العايدين، والله عيد علينا وعليكم بالخير باليمن والمسرات. يقول يا شمعة التاريخ يا تاج الأمجاد، يا شمعة التاريخ يا تاج الأمجاد، يا عنبر الماضي ومسك البقايا، إرث الشرف والعز من نسل الأجداد، زود على منهج معزي مزايا، إرث الشرف والعز من نسل الأجداد، زود على منهج معزي مزايا، عزم على صفحات الأمجاد قجادي، والله إنه فاق عزم البرايا وحزم تعدلي عليها من أوتاد روس الجبال ونطقها بالحنايا، لا هبهبت في جالها صوتها زاد، صوت يهز أركان سود النوايا، لا هبهبت في جالها صوتها زاد، صوت يهز أركان سود النوايا، صوت الزعيم اللي لها الملك ينقاد، سلمان أخو نوره كريم السجايا، صوت الزعيم اللي لها الملك ينقاد، سلمان أخو نوره كريم السجايا، أبو فهد كانك عن العز نشات، تضرب له كبود الهجن والمطايا، كم نوخت تشكي من الظلم والزاد، وقفت تنادي بالعدل والعطايا، كم مسلم حطوا على جرحه ضماد، هو بلسم جروح الزمن للحفايا، أبو فهد كانك عن العز نشاد، تضرب له كبود الهجن والمطايا، كم نوخت تشكي من الظلم والزاد، وقفت تنادي بالعدل والعطايا، كم مسلم حطوا على جرحه ضماد، هو بلسم جروح الزمن للحفايا، زبن الدخيل اللي من الضيم نقاد، جال الذرى حلال كل القضايا، وابنه ولي العهد يسود من ساد، نعم الابن والله نعم الربايا، سيف إلى جرد نسى وصف الإغماد، يثقل على صف العدو بالرزايا، سيف إلى جرد نسى وصف الإغماد،
يثقل على صف العدو بالرزايا، وحر إلى الشلع على الصيد هداد له نظرة تكشف كثيرة الخفايا، يا حكمة فيها من العلم وقاد، يا حكمة فيها من العلم وقاد، تضفي على رؤية بعيدة الهقايا. محمد ولي العهد يسود من ساد، محمد ولي العهد يسود من ساد، وكل العمايم روسها له فدايا، حنا بواريدها وحنا له أزناد، والشعب كله يلتحق له السرايا، حنا بواريده وحنا له أزناد، والشعب كله يلتحق له السرايا. محمد ولي العهد يسود من ساد، وكل العمايم روسها له فدايا، حنا زباينها وحنا له أخماد، نطفي لواهبها بقطف المنايا، نلوي ذراع الغدر ونذود من ذاد، ونطمس بيارق غدرهم بالشظايا، ولا همنا عاذل ولا هرج حساد، ولا يلتفت طير الهدد للرعايا. يا هيه يلي عند الأذناب كداد، يا هيه يلي عند الأذناب كداد، برقابنا بيعة تفوق العلايا، كانك على فعل السلاطين جحاد، خلك على عمياك وسط الحجايا، ما زعزع غرابك طوابير الأجواد، وصفوفنا ما تخترقها الخلايا. يقول: يا مرحبا يا عشيرة الطيب والجود، يا مرحبا يا عشيرة الطيب والجود، يا مرحبا يا ليلك اللي حليك، اليوم أنا جيتك وأنا فيك موجود، ما غبتنا عنك ولا غاب طاريك، اليوم أنا جيتك وأنا فيك موجود، ما غبتنا عنك ولا غاب طاريك، تقفي بنا الدنيا على عز وسنود، ونرجع على بابك ونكتب معانيك، تقفي بنا الدنيا على عز وسنود، ونرجع على بابك ونكتب معانيك، والنبطة الخطوة ترى القلب مفقود، ألقاه دايم راتع في روابيك، والنبطة الخطوة ترى القلب مفقود، ألقاه دايم راتع في روابيك، يمسي مع طلالك ويارد له عدود، ويصبح على ذكراك وعزك وماضيك، يمسي على طلالك ويارد له عدود، ويصبح على ذكراك وعزك وماضيك، ولا مع الحاضر يشاهد له عقود، يراقب قدامك بلحظة مساريك، والنقبل المنشى له بروق ورعود، ما لي عذر لا سال ضلعك واديك، والنقبل المنشى له بروق ورعود، ما لي عذر لا سال ضلعك واديك، يالله عسى عيدك يعيد ويعود، يا عشيرة المعنى عسى القاف يفديك، يالله عسى عيدك يعيد ويعود، يا عشيرة المعنى عسى القاف يفديك، يا السيف والمنسف يا قصة اجدود، يا السيف والمنسف يا قصة اجدود، يا الحاضر الماضي على قلب مغليك، يا بسمة الدنيا على كبد ملهود، يا ضحكة الفرحة على وجه مبطيك، يا بسمة الدنيا على كبد ملهود، يا ضحكة الفرحة على قلب مغليك، يا نسمة الغرب إلى ذعذع النود، يا شمس كلي صافحت عين هاويك، يا دلة الضيفان مع أزرق العود، يا معلقات الحيل للي يلاقيك، يا دلة الضيفان مع أزرق العود، يا معلقات الحيل للي يلاقيك، يا عيد كلي بالفرح ما له حدود، شفنا السعد بشفاه ربعك وهاليك، ويالله عسى الدنيا لك سهود ومهود ويطيب فال اللي يسجل قدم فيك. سلامتكم. حضورنا الكريم، تتقدم اللجنة المنظمة لتكريم رئيس مركز عشيرة سدير الأستاذ
طلال بن ساري العتيبي. تكريم الجهات المشاركة. أولاً مدير شرطة حوطة سدير، مدير مكتب خدمات عشيرة سدير الأستاذ إبراهيم بن سالم السويلم، تكريم رجال الأعمال. أولاً الأستاذ عبد العزيز بن محمد النفجان، الأستاذ حمد بن ناصر الماضي، الأستاذ أحمد بن عبد الله العشيري، الأستاذ حبيش بن علي الحبيش، وعشيرة سدير الغلا طبعها غير دارا لمن جهلك ريف وضلال دار أهلها بال. الأستاذ محمد بن عبد الله السلوم. تكريم الداعمين المشاركين. أولا الأستاذ سعد بن عبد العزيز الصالح، أبناء عشيري بن دريس العشيري رحمه الله، أسرة محمد بن عبد الله الهلالي رحمه الله، الأستاذ عويد بن صلال الفضل، أسرة المزروع، أسرة الخرجي، أسرة الربيعة، أسرة السليمان، الأستاذ ناصر بن محمد العليان، الأستاذ بندر بن عبد العزيز السهو، سامحينا لقبار البال فزوا قلبي أصبح كما الطير. أما الآن تكريم المشاركين في فقرات الحفل. القارئ فارس بن ناصر الحربي، الشاعر عبد الله بن حمدي الرشيدي، محدثكم سلطان بن محمد الخليل، وعشيرة سدير الغلا طبعها غير دارا لمن جاء. تكريم اللجنة المنظمة. الأستاذ محمد بن عبد الله السلوم، أهلها بالمكارم مشاهير في حال سيف، الأستاذ تركي بن عثمان الربيعة، الأستاذ متعب بن محمد السليمان،
حضورنا الكريم، العرضة السعودية موروث شعبي وتاريخ وطني. Yeah.
عدو التباشير للدار واهل الدار سمحينا لقفار البال فزو قلبي اصبح كما الطير والروح خذها القلب مع فزة البال توجه للسدر وشيرة السدر الديرة اللي في سمى المجد تختال عيدين مبارك تسعد وانت بشير للدار واهل الدار سمينا لقبار وعشيرة تستير الغلا طبعها غير دارا لمن جاها لقريب وضلال دار أهلها بالمكارم شهير في حال سيف ومن سف بكل الأحوال دار انتسامة جود من دون تقصير دار على ما يرفع الرأس مدهال أعطى تعطي جزال إليا عطوا ما